السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حسين، وإن شاء الله في السيشن ديت هنبتدي إن احنا نكمل كلامنا عن الدوكر، ونكمل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الأربع سيشنات اللي فاتت. ولو انتوا فاكرين، احنا في السيشن اللي فاتت خصوصا يعني قلنا خلاص احنا بعد ما احنا فهمنا الدوكر والدوكر ازاي شغال والدنيا ديت، هنبتدي إن احنا ايه نكريت ابلكيشن ونكونتينرايزه ونرنه مره واحده. وابتدينا الكلام دوت بان احنا كريتنا كونتينر من مونجو ايمج او مونجو دي بي ايمج، وكريتنا كونتينر من مونجو اكسبرس، وشرحنا النيتوركينج في دوكر، وعملنا ايه رنينا المونجو مونجو اكسبرس مع بعض في نيتورك واحده، تمام. وبعد كده كريتنا داتابيز وكريتنا كولكشن، ابتدينا ان احنا ايه نضيف فيه داتا، وشفنا يعني الكلام دوت، وعملنا داتا سيمبل، وان احنا نكريت اي بي اي سيمبل بروجكت يعني في السيشن ديت ان شاء الله يعني مع بعض، ونبتدي ان احنا ايه نكونتينرايز كل الكلام دوت. وبعد كده باذن الله ايه نبتدي ان احنا نشرح الدوكر كومبوز والفوليومز، وخلينا نشوف يعني ان شاء الله واحده واحده. فاحنا في السيشن ده كانت سمبل اي بي اي، سمبل جدا، ما فيهاش اركتكتشر، ما فيهاش ديزاين باترنز، ما فيهاش الكلام ده كله. الكلام دوت لو انت محتاج ان انت تشوفه، فاحنا بنتكلم عليه في بلاي ليست ثانيه. البلاي ليست دي بس مخصصه للدوكر، فاحنا هنكريت بس ابلكيشن من مبدا كريتنج ابلكيشن يعني، تمام. لو انت فاكرين، لو انا فتحت هنا مونجو اكسبرس، شرحنا احنا مونجو اكسبرس في السيشن اللي فاتت، وكريتنا احنا ساعتها دوكمنت واحده، وقلنا ان ايه يبقى فيها فيرست نيم ولاست نيم عشان ايه السمبلسيتي يعني، تمام. خلينا ان احنا نبتدي نفتح فيجوال ستوديو كود، تمام. من مبدا برضو ان انت ايه تبقى عارف ازاي تستخدم التيرمينال وتكريت دوت نت ابلكيشن بالدوت نت سي ال اي والدنيا ديت، يعني زي ما احنا بنعمل في فيجوال ستوديو العادي بيبقى ويزرد وشويه كليكات. فخلينا ان احنا نبتدي ان احنا ايه نكريت هنا برضو فيجوال ستوديو كود، ونشوف برضو يعني كايه كتجربه مختلفه. وفي الاخر هو كده يبقى على جيت هاب، وانت هتقدر ان انت ايه تكلونه يعني، وعايز ترنه على الفيجوال ستوديو كود هترنه، عايز ترنه على الفيجوال ستوديو العادي هترنه، في الحالتين هيشتغل معاك يعني باذن الله، تمام. فانا كريت فولدر كده عندي على السيستم في الجيت هاب فولدر، عشان اقدر بعد كده بوش على جيت هاب، يعني ده المكان اللي انا بحط فيه كل حاجه علاقه بالجيت هاب. فخلينا نفتح التيرمينال، نقول له نيو تيرمينال، فوداني على الفولدر اللي انا واقف فيه، وجوه فولدر اسمه دوكر، تمام كده. وبعد كده خلينا احنا اول حاجه احنا عايزين ايه نكريت يعني ويب اي بي اي ابلكيشن، حلو. فنفس الفكره بتاع فيجوال ستوديو، بقى تقول له نيو بروجكت والجو ده، احنا نعمل نفس الكلام ولكن يوزنج ايه دوت نت سي ال اي. فنقول له دوت نت، تمام. طالما كتبنا دوت نت، ما بعد ذلك فانت هتبتدي تستخدم كوماندز من الدوت نت سي ال اي، زي ما احنا بنكتب دوكر، وبعد كده نبتدي احنا ايه نستخدم كل الكوماندز من الدوكر. فدلوقتي احنا في دوت نت سي ال اي، فنقول له دوت نت نيو، تمام، ويب اي بي اي، تمام، كريت لنا نيو اي بي اي. وزي ما احنا بنكون برضه في فيجوال ستوديو بيبقى عندنا تشيك بوكس بنقول له ايه يوز كنترولرز عشان ما يخليهاش مينيمال اي بي اي، فاحنا نعمل نفس النظام ولكن هنا ما عندناش تشيك بوكس. تاني نقول له ايه هنا يوز، تمام. بعد كده نقول له داش ايه كنترولرز، تمام كده، حلو. وبعد كده نقول له ايه او ده النيم بتاعه، يعني داش او ادينا بقى ايه اسم للايه للبروجكت ده. فاحنا تعالى نسميه ايه يوزرز دوت دوكر دوت اي بي اي مثلا، تمام، ونقول له انتر، حلو. فابتدى كريت لنا البروجكت ونزله لنا هنا عندنا في الفولدر، تمام، زيه زي فيجوال ستوديو العادي، ولكن بشويه اختلافات بسيطه، ان انت عندك السي اس بروجكت اوت يعني بره هنا بينفع تشوفه لوحده، مش محتاج انت تدوس على البروجكت ذات نفسه. طبعا موريك الاو بي جي، ولو اما نعمل بيلد دلوقتي هيظهر لك البين فولدر، بيكون موريك كل حاجه جوه الايه السورس باث ده، تمام. فلو جينا هنا اهوت هنقول له دوت نت، تمام، بيلد دي دوت نت بيلد، بتستخدم عشان يبيلد يعني من الدوت نت سي ال اي. فقال لك ايه في مشكله، ما فيش سوليوشن فايل هنا، ودوت صح لان احنا في الفولدر. فتعالى نافيجيت ان احنا نبقى جوه البروجكت دوت الاول او السوليوشن ديت، فهنقول له سي دي،
تمام للويندوز، وهنقول له ايه تشينج دايركتوري يعني للايه للاي بي اي بتاعتنا اللي اسمها يوزرز دوت دوكر دوت اي بي اي. حلو. وبعد كده نقول له ايه، نقول له دوت نت دوت نت، ونقول له ايه بيلد. حلو. فيبتدي يبيلد، فقال لك بيلد سكسيت، وابتدى بص كريت لك هو البن ايه، البن اوبشن، البن فولدر اسم. تمام كده. حلو. بعد ما احنا ايه بقى عندنا البروجكت دوت وبيبيلد والدنيا تمام، تعالى نرنه، فهنقول له دوت نت ران فل كده تمام. فابتدى ان هو ايه يرن لك البروجكت. دلوقتي هو بيقول لك ان البروجكت بتاعك خلاص اللوكال سيرفر اب، وهو بيلسن على الايه اللوكال هوست بورت 5102. تمام كده. فهناخده كبي، بندوس ايه رايت كليك يعني عشان تاخده كابي. ليه مش كنترول سي؟ عشان هنا بيقول لك الابلكيشن ستارتد، لو انت عملت له كنترول سي هيعمل شات داون. تمام كده. وهلا نفتح البراوزر ونروح هنا ايه نضيف كده، فخلاص هو رانن. تمام. دلوقتي احنا طبعا مش شايفين حاجه، فخلينا نروح مثلا للسواجر. جميل. ففتح لنا ايه السواجر، خلاص زيه زي ما احنا بنكريت يعني اي بي اي بروجكت دوت نت كور على ايه فيجوال ستوديو لايت. خلينا نرجع تاني فيجوال ستوديو كود ونقول له ان هو ايه كنترول سي عشان يعمل له شت داون. حلو. تمام. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل كرود سيرفيس ان هي تكلم مونكو تعمل انسيرت في الداتا وتريد الداتا. تمام. احنا عشان نبتدي نعمل ده هنحتاج ايه؟ خلينا كده ان احنا ايه هنحتاج نضيف باكج. الباكج دي اللي هي هاز كودز بريزيستنس. فخلينا احنا عشان نضيف باكج في دوت نت هنعمل ايه؟ اللي هي نفس الفكره في فيجوال ستوديو الثاني، ندوس رايت كليك نيو جيت باكجز ونسيرش عليها. تمام. وفي على فكره اكستنشنز بتتحط في فيجوال ستوديو ان انت تقدر تشوف نيو جيت باكج هنا يعني. تمام. بس هي مش عندك. انت كده تقول له دوت نت تمام اد باكج، وتدي له اسم الباكج. جميل. والايه والفيرجن بتاعته. طبعا انا مش حافظ اسم الباكج، فخلينا نروح دوت نت اسف نيوجت باكج نيوجت دوت اورج، وخلينا نسيرش على هاوس كودز. تمام. هي اسمها كده بس الفيرجن بتاعتها ايه 1.3.0. انا كنتش عارف الفيرجن. تمام. بس خلينا ننزل تاني ونروح نضيفها هنا اهو. فايه هاوس كودز دوت بيرسيستنس والفيرجن بتاعتها، نقول له انت. جميل. فيبتدي هنا ان هو ايه انستول. خلاص هو عمل لها انستول، فخلينا نقول له دوت نت كلين. تمام. بعد كده نقول له دوت نت بيلد. تمام قشطه. بعد كده فتحنا السي اس بروجكت، هنلاقي ان هي ايه اتضافت هنا كده. احنا بقى عندنا ايه الباكج دي. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه عشان ايه نستخدم الباكج دي؟ ما فيش اي حاجه غير ايه شويه خطوات بسيطه ان شاء الله. اول حاجه احنا بس محتاجين نروح نعمل لها ريجستر هنا. تمام. فهنيجي هنا يا معلم هنقول له بيلدر تمام دوت سيرفيسز دوت اد، هنقول له ايه مونجو. طبعا انت مش محتاج تحفظها يعني فاكس، ممكن برضو نروح هنا اهوت للاكسبلانيشن بتاعها هنا او الاكسبلانيشن بتاعها في الجيت هاب، وهتاخد ديت كابي عادي جدا كابي. تمام. مش محتاج تقعد تكتبها. وهنضيف هنا اهو المكان دي خالص اهو. تمام كده. هيقول لك ان انا مش لاقيها عادي، هتقول له كويك فيكس، تقول له يوز هاس كود سوبر ريزيستنس. تمام كده. بعد كده هنسيف كده، احنا خلاص عملناها ريجستريشن مش محتاجين حاجه تاني. بعد كده هنروح الاب سيتنجز ونبتدي نحط الايه الكيس بتاعتنا للايه للمونجو. فهنيجي هنا خلينا نقول مثلا مونجو كونفيج. تمام. طبعا انت ممكن تسميها اي اسم يعني. بعد كده هنيجي هنا نقول له ايه يا معلم عايزين الكونكشن ستريم. كونكشن ستريم، وهنبلد دلوقتي سوا الكونكشن ستريم. وبعد كده هنقول له هنا الداتا بيز نيم دي بي نيم. حلو. واحنا الكونكشن بتاعنا كريتنا يوزر، سميناه يوزر يعني. انت ممكن يعني براحتك تسميها حاجة، ممكن هنا برضو تسمي مثلا يعني ممكن تسميه ايه دي بي كولكشن مثلا. تمام. احنا اتفقنا كولكشن زي التيبل، بس هو مش تيبل، تقدر تسميها مثلا دي بي كولكشن. صح. بس احنا مش هنعمل كده ليه؟ عشان مثلا لو عندنا اكتر من كولكشن فهنحتاج ان احنا ايه
نقول باسمه يعني. فاحنا سمينا اهو ده يوزرز كولكشن قشطه كده، وهنيجي هنا اهوت ايه نحط الاسم بتاعه اللي موجود هناك في الداتابيس. فاول حاجه الايه الكونكشن سترينج. احنا بنبني ازاي الكونكشن سترينج يا معلم؟ كونكشن سترينج المونجو هنسميها مونجو تمام دي بي كولون سلاش سلاش. بعد كده لازم هنا تحط الايه اليوزر نيم والباسورد اللي هو احنا هنجيبهم منين. خلينا نفتح الباور شيل. لو انتوا فاكرين احنا واحنا كنا بنكريت في السيشن اللي فاتت كريتنا، ايوه هنا كان ايه كريتنا احنا مونجو اكسبرس، وبصينا في المونجو اكسبرس ايه هو الادمن يوزر والباسورد اللي يقدر مونجو اكسبرس اكسس بيهم مونجو، صح؟ ولو انتوا فاكرين دول طلعوا لنا واحنا بنكريت الايه الكونتينر بتاع مونجو تمام. فخلينا ان احنا ايه ناخد الكلام ده من هنا، فهتلاقي اللي هو اهو مي كونفيج مونجو ده في المونجو اكسبرس اللي احنا ضفناه المره اللي فاتت، كان الادمن اسمه ادمن اللي هو اصلا احنا كنا طلعناه من مونجو لو انتوا فاكرين، وهنا كان الباسورد اسمه باسورد بس بكل هذه الثلاثه. فهنرجع هنا تاني ونروح قايل له يا معلم ايه الاكسس بتاعك اسمه ادمن او اليوزر اكسس ادمن، والايه والباسورد بتاعك اسمه باسورد فول اد لوكال هوست تمام. ونبصيله البورت. احنا المره اللي فاتت كنا استخدمنا البورت الديفولت بتاع مونجو، ولكن خلينا نتاكد يعني احنا ما غيرناش البورت الديفولت. ولو رحنا لاول واحده هنا اللي حكيتنا فيها المونجو كونتينر، عايزين بس نشوف احنا ادينا لها بورت كام اهو تمام 27017، وفتحنا لها البورت بتاعها 27017، فهنحطه هنا اهو 27017 قشطه كده. بس ده كده الايه كونكشن سترينج بتاعك عشان تاكسس مونجو. هل تمام؟ خلينا بقى نروح ايه مونجو اكسبرس ونشوف احنا كنا مسميين ايه الداتابيس بتاعتنا ايه. كان الداتابيس اسمها يوزرز دي بي، والكولكشن بتاعنا كان اسمه يوزرز. طيب خلينا نروح ندفه منك الداتابيس قلنا كان اسمها يوزرز دي بي تمام، والكولكشن كان اسمه يوزرز فول، ونقول له سيف. حلو كده، كده احنا حطينا الايه كونفيجريشن بتاعك. جميل، تعالى ناخد نفس الكلام دوت تمام وهنعمل ايه، وتعالى هنا نضيف موديل مثلا اد نيو فولدر، تعالى نسميه مودلز موديل. حلو، وهنضيف جوه فايل وهنسميه ايه داتا كونستانس تمام دوت سي اس. فل كده عايزين نجيب النيم سبيس، وخلينا ناخد ايه نيم سبيس الديفولت دوت، ونيجي هنا اهوت ون ايه ونضيفه ده كده، ولكن هو تحت اي بي اي دوت ايه مودلز مودلز تمام. ده كده الايه النيم سبيس بتاعنا. وبعد كده هنكريت كلاس بابليك كلاس، كلاس بتاعنا اسمه ايه اسمه داتا كونستنتس فول، وده هنضيف جواه ايه الكونستنتس بتاعتي. جميل، فهنقول له هنا ايه public const string ايه connection string equal تمام. وبعد كده خلينا ناخد ده كده بقى copy paste مرتين تاني. حلو، وهنقول له هنا وات ايه db name، وهنرجع هنا نقول له ايه users collection full تمام. ايه ده احنا ضفناها بره خالص معلش اهو تمام. وهنكتب ايه نفس الايه المسميات اللي احنا عملناها هناك. فاحنا عملنا هناك ايه الكيس بتاعتنا كانت مونجو كونفيج هل كولون كونكشن سترينج تمام، والداتابيز نيم كان اسمها مونجو كونفيج دي بي نيم، والكولكشن كان اسمه يوزرز كولكشن. فخلينا ناخد ديت كده اهو كبي هنا، وخد ديت كده يوزرز كولكشن، صح كده تمام. خلينا نروح نتاكد برضو عشان ايه كولكشن سترينج دي بي نيم وايه ويوزرز كولكشن تمام. خلاص مكتوبه صح الحمد لله كله تمام. بيس بيس سيف فول.
ودلوقتي احنا نستخدمهم بعدين يعني، تمام. وبس بنحفظ فيهم بس الكيز اللي احنا حاطينهم ايه في الاب سيتنجز. هل تاني زي ما احنا اتفقنا مفيش هنا اركتكتشر وستراكشر، هنحط كله في يعني نعمل سمبل ابلكيشن يعني. قشطه كده، تمام. بعد كده عايزين ان احنا نضيف فايل تاني. الفايل دوت يا معلم هيبقى ايه؟ اليوزرز كولكشن بتاعه ده بقى. الكولكشن هيكون شايل البروبرتيز زي مثلا ما احنا بنعمل ايه يعني كلاس في الانتيتي فريم ورك عشان يبقى دوت التيبل او بيبريزنت التيبل، فاحنا هنكريت كلاس بيبريزنت الايه؟ المونجو كولكشن، تمام. فهنقول له بابليك كلاس، تمام كده. بابليك كلاس ده اسمه يوزرز كولكشن. حلو، هنا بقى نبتدي ايه نستخدم الهاسكود سب ريزيستنس. فهنا بيقول لك ايه معلم، هنا يوزرز كولكشن عايزين ان احنا ايه، انا مش عارف الخط باين ولا لا، بس انا عايز ازوم شويه، او اعتقد ان هو يعني ان شاء الله كده يبقى باين يعني. بس يوزرز كولكشن هنبقى بننهرت من ايه؟ اي، تمام، مونجو. حلو، provider entity، تمام، ده من هاسكودز. حلو كده، ده ايه يا معلم؟ ايه فكرته الانترفيس ده؟ هو كل قصته ان هو بس بيقول لك ان ايه، ان الكلاس دوت اتعمل له مارك كانه ايه entity في المونجو، تمام، او كولكشن يعني. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما احنا نيجي نستخدم الانترفيس اللي احنا بنكلم بيه مونجو عشان نسيف او كده، لو انت ما ضفتلوش الكولكشن بتاعك بينهرت من اي مونجو بروفايدر انتيتي، هيرفض، هيقول لك ده ايه، في حاجات مش مظبوط. تالت حاجه بيعملها الاي مونجو بروفايدر انتيتي، ان هو لو انتوا فاكرين هنا، لو رحنا الايه المونجو اكسبرس، احنا مثلا عملنا نيو، كان في الايه الديفولت اي دي اللي بيجنريتد عشان مونجو، الانترفيس ده بيعمله لك برضه فل كده. فانت مش محتاج تضيف اي دي، انت بس محتاج تضيف الايه البروبرتيز بتاعك. فاحنا نقول بروبرتي ونقول له string، تمام. وكان عندنا اول حاجه كان اسمها ايه، first name، صح. وكان تاني حاجه كانت عندنا كان اسمها ايه، last name. في حاجه تانية ان دوت كده ايه، first name و last name، احنا مستخدمين باسكال كيس، تمام، واحنا كريتناها في مونجو في الدوكيمنت كايه، ككامل كيس. حلو، فاحنا نحتاج ان احنا نستخدم ايه، جيسون بروبرتي من نيوتن سوفت اسمها جيسون بروبرتي، تمام. وهنقول ايه اسمها فيرست نيم يا معلم في الايه، في الديستنيشن اللي انت رايحها اللي هي الايه المونجو داتابيس. وبعد كده هنيجي هنا هنقول له جيسون بروبرتي واسمها ايه، اسمها لاست نيم، تمام كده. حلو، ده هنا بيقول لك warning عشان النالابيليتي، فاحنا ممكن نعمل له equal null not زي في الاستوديو عادي، او ان احنا ممكن نعمل له equal ايه string.empty null not وخلاص فل كده. احنا كده ايه خلصنا الكولكشن، ولكن ما عندناش النيم سبيس، فخلينا ناخده من هنا كده بسرعه عشان ما نقعدش نكتبه له جديد، او يعني خلصنا الكلاس بتاع كولكشن ونضيف له النيم سبيس، تمام كده. حلو، اخر كلاس قبل ما نروح نستخدم الكل المونجو، عايزين نضيف البارسنج كلاس، او الكلاس اللي الكلاينت هيكلمه اللي هو احنا يعني احنا بنتكلم الاي بي اي. فخلينا نضيف ايه نيو كلاس تاني نسميه ايه يوزرز مودل دوت سي اس فل كده. ممكن بقى اسميه كونتراكت ايا يكن. هنا مفيش ستراكشر تاني، عشان الستراكشرز في البلاي ليست الثانيه اللي هي الانتروداكشن تو كلين اركتكتشر والدوت نت كور ريل لايف ابلكيشن. بسيب لكم اللينكس على البلاي ليست تحت في الديسكربشن، الاثنين دول بيتكلموا عن كل حاجه بالتفصيل، البيست براكتس للاركتكتشر والديزاين باترن في الريل لايف ابلكيشنز، تمام. خلينا نضيف النيم سبيس هنا طالما هي معانا اصلا كبي، ونقول له هنا بابليك كلاس اسمه ايه، اسمك يوزرز موديل، تمام. وببساطه كده هنروح اليوزر كولكشن وناخد دول كده من هنا، تمام، ونروح في اليوزر موديل ونقول له بيست. طبعا احنا مش عايزين الجيسون بروبرتي هنا، تمام. وهنيجي نقعد في اليوزرز كولكشن، وخلينا نعمل ايه، كونستراكتور
تمام؟ ده مابينج الكونستراكتور، وهنحط فيه الايه؟ يوزرز موديل، سميها يوزر موديل، وهنيجي هنا نقول له ايه؟ الفيرست نيم بيساوي اليوزر موديل دوت ايه؟ فيرست نيم، واللاست نيم بيساوي اليوزر موديل دوت لاست نيم. فل كده؟ تمام. خلاص. وبعد كده بقى نحتاج ايه؟ خلينا نروح الكنترولرز. خلاص كده احنا مش محتاجين اي حاجه، عملنا بريبير لكل حاجه. وخلينا بقى نروح الكنترولر، ده الويذر فوركاست، بدل ما نكريت كنترولر جديد، احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نسمي دوت يوزرز كنترولر، تمام؟ وهناخده من هنا كابي، ونعمل لده ايه؟ رينيم، ونقول له يوزر كنترولر وبس، وشلنا بقى كل الكلام ده احنا مش عايزينه، يعني خليه فاضي خالص، تمام؟ والكلاس ده احنا مش محتاجينه، ويذر فوركاست ديليت، تمام؟ خلاص فل كده. تمام. اول حاجه احنا محتاجينها هنا ان احنا ايه؟ نعمل انجكت للانترفيس اللي بيجي من هاسكوتس بريزيستنس. فانا استخدم هنا الايه؟ البرايمري كونستراكتور، هو اسمه اي مونجو اي بروفايدر. حلو. طب هنا بقى ده اللي انا كنت بقوله لك، ان انت عشان تبصيله دوكيمنت او يعني كولكشن من مونجو لازم يكون بينهرت من اي مونجو بروفايدر انتيتي. يعني مثلا احنا هنا لو احنا ضفنا له يوزرز موديل، تمام، وهو سمينا هنا مثلا بروفايدر، هيفضل معترض. تمام. ليه؟ هيقول لك ان التايب بتاع التي دوكيمنت لازم يكون بينهرت من ايه؟ اي مونجو بروفايدر انتيتي. حلو. بس فاني هنا نقول له ايه؟ يوزرز كولكشن فول، وادي ده بروفايد. حلو. وهنيجي هنا اهوت هنقول له ايه؟ برايفت ريد اونلي اي مونجو بروفايدر اوف تايب يوزر يوزرز كولكشن اندرسكور بروفايدر ايكوال تو بروفايد. تمام كده؟ بس كده معنا. يلا بقى نبتدي ان احنا ايه؟ نكريت كريت اند بوينت، هنقول له اتش تي تي بي بوست، تمام. تعال نسميها هنا اهوت ايه؟ سلاش كرييت، كرييت يوزر او كرييت بس مش فارقه، تمام. بعد كده نقول له بابليك تاسك، تاسك اوف اكشن ريزلت، تمام. ونقول له ايه؟ كرييت يوزر، هنا اسم الفانكشن. حلو. وبتاخد مننا from body، from body تاخد ايه؟ بتاخد مننا اليوزرز موديل بقى، ده الكلاس التاني اللي احنا كريتناه، نسمي يوزرز موديل مش فارقه. وبعد كده هنيجي نقعد هنعمل ايه؟ اول حاجه عايزين ان احنا نخلي الموديل اللي جاي دوت نستخدمه كايه؟ كمونجو كولكشن. فهنقول له data data equal to new users collection. users collection دي بتاخد مني في الكونستراكتور ايه؟ بتاخد مني object of type user model، وبترجعه لي كايه؟ كuser collection. حلو كده؟ تمام. بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل ايه؟ نحتاج بقى هنكلم الايه؟ نكلم mongo database. فهنقول له underscore provider dot create async، تمام. دي بتاخد مننا ايه؟ بتاخد مننا اول حاجه الايه؟ الدوكيمنت بتاعتك اللي هي عندنا في حالتنا او داتا. حلو. تاني حاجه بتاخدها مننا اللي هو الكي بتاع الكونكشن سترينج. فاحنا الكي بتاع الكونكشن سترينج سميناه ايه؟ حطيناه احنا في حاجه اسمها داتا كونستنتس دوت كونكشن سترينج كي، تمام. احنا هنا حطينا بس اسم الكي اللي بيقرا من الاب سيتنجز، اللي هو لما هنيجي نببلش بعد كده ممكن يكون بيقرا من ايه؟ من الكونفج في دوكر او في الاب كونفج احنا كوبرنيتيز، او في السيكريتس بتاعت كوبرنيتيز. الباكج باي ديفولت بتقراها من الاماكن دي، تمام. بس انت بس كل اللي انت محتاجه ان انت تبص لها الكي بتاعها، والباكج كده كده بتجيبها باختلاف هو ايه؟ السيتنجز فايل بتاعتك، يعني هي سيكريتس، يعني هي اب كونفجز، يعني هي اب سيتنجز، ايا يكن
الباكج بتتصرف وبتجيب لك الداتا. تمام. تاني حاجة عندنا ايه؟ قال لك بعد الكونكشن سترينج عايزين ايه؟ اسم الداتابيس. طيب احنا قلنا data constants dot db name، حلو، ده الكي برضو، حلو. واخر حاجة الكولكشن اللي انت عايز تضيف فيه الداتا دي، الكولكشن احنا عايزين نضيف فيه الداتا دي كان اسمه ايه؟ data constants dot users collection. فل كده تمام. دلوقتي احنا عشان ايه ما عملناش بقى جلوبال هاندل اكسبشن، وما عملناش ثرو للاكسبشن ان لو في مشكله وانت بتضيف ابعتها لنا وكده، فاحنا خلينا ايه هناخد الكات، هنعمل تراي كاتش هنا. تمام، ما بيكملهاش برضه ولا في حتى كنترول كي اس جاب لي الشورت كاتس، مش وقته عشان الوقت. تمام، خلينا احنا ايه نكتبها مانيوال وخلاص. تمام، تراي وادي الايه الكاتش بتاعتك، بتاخد منها كده اكسبشن. حلو، وهنضيف الايه الكلام بتاعنا ده تاني هنا، وهنيجي هنا اهوت في الايه في ديت، هنقول له يا معلم ايه مثلا return هنا ايه on process the entity، وحط فيها الايه الاكسبشن بتاعك دوت الماست فول. وهنا هنقول له ايه، هنقول له return اوكي. تمام، هو ليه معترض؟ أول حاجة خلينا نعمل فورمات للدوكيمنت. تمام، عشان دي أكشن، أنا المفروض دي تبقى أكشن ريزولت بس كده مال. تمام، هنقول له سيب كده. احنا خلاص عندنا ايه يعني فانكشن بالكريت. تعال بقى نرن تاني، فخلينا اقول له هنا ايه دوت نت بيلد عندنا اتنين ايرور، بيقول لك ايه could not be found missing directory users model could not be found. طيب وده في اليوزر كنترولر، واحنا في اليوزرز موديل ما حطيناش النيم سبيس، حطيناهم ما هو بيقدر ينافيجيت لها، عنديش اي فكره. خلينا نشوف هو قدر ينافيجيت لها، ولكن بيقول انه مش شايف دوت نت كلين. تمام، عمل بيلد سكسيد، تقريبا احنا ما كناش عملنا كنترول اس او ما عملنا سيف يعني. تمام، بعد كده خلينا نرن تاني دوت نت رن كوماند خاطئ دوت نت رن. Service has code document, the populating a service, dependency injection. طيب خلينا طيب تقريبا انا نزلت بلوجين ثواني، لو شفنا هنا كده انا نزلت version add package. ايوه احنا عايزين مش 1.3 1.31 بس، خلينا قبل ما نسطبها هشيل ده سيف. تمام كده الباكج مش موجوده، كاني عملت ان انستول للنيوجيت، وهقول له انتر. تمام، ضف لنا ديت كل حاجه احنا عملناها يعني زي ما هي مفيش اي مشكله. وبعد كده هقول له دوت نت بيلد تمام، بعد كده هقول له دوت نت رن.
تمام كده بقى بيران على نفس البورد. وخلينا ايه نفتح البراوزر ونقول له ايه ريفرش، فجابها لنا. نيت كرييت يوزر نقول له تراي، خلينا مثلا نخلي النيم بس والايه ده الفيرست نيم لاست نيم مثلا كودز، تمام. ونقول له اكسكيوت نشوف ايه اللي هيحصل. راح قال لك ايه ات كرييتد سكسسفولي. لو رحنا هنا لدوت خلينا نريفرشه، تمام، فضاف لنا ايه بس ضافها لنا ب first name last name كده ضاف لنا اتنين، فده معناه ان هو ما قررش من الجيسون بروبرتي. فخلاص ماشي خلينا نديليت دول، تمام، ونبتدي فريش من هنا ونقول له اكسكيوت. نروح هنا وبعد كده نقول له ريفرش، فجاب لنا ايه اس كودز. خلينا نضيف مثلا يوزر تاني نقول له احمد حسين، تمام، اكسكيوت. فنيجي هنا ريفرش، تمام، جابها لنا كده. ايه احنا بقينا بنضيف، تمام. خلينا نرجع تاني للاي بي ايز ونكريت ايه اند بوينت تانية بنقرا منها، تمام. فخلينا نقول له ايه بدل ما هي كرييت هنقول له ايه ريد يا معلم. فديت بدل ما هي كرييت تعالى نخليها ريد، تمام. وخلينا نوقف السيرفر كنترول سي، نرجع تاني بدل ما هي بوست نخليها اتش تي تي بي جت. قشطة كده، طبعا اكيد ما بتاخدش دوت فل. وبترجع لنا ايه اي اكشن ريزلت بقى، خليها هنا ايه او خليها اكشن ريزلت عادي، تمام، اوف تايب يوزر ليست اوف اي يوزر مود، تمام. بس كل كده يترجع لنا ايه ليست اوف يوزر موديل. خلينا ان احنا نكاري دوت نخلي بيه ايه جيت ايسنك، تمام. دي بترجع لنا ليست، بتاخد مننا ايه بتاخد مننا كونكشن سترينج وفيش او داتا، دي مش معبيناش محتاجينها. هل وخلينا نقول له ان هوت ايه بار او داتا ايكوال، ونمسح دي من هنا، جميل كده. وهقول لك بقى حاجه، هنروح يوزر كولكشن، خلينا ناخد ده من هنا ونروح اليوزر موديل ونضيفه هنا اهوت، ولكن العكس بقى احنا عايزين دوت يبقى يوزر موديل وبيرجع لنا ايه يوزر، بياخد من هنا يوزر كولكشن بيرجع لنا ايه يوزر موديل. خليها كلمه يوزرز بس، او في الحقيقة المفروض تبقى يوزر سيف، تمام، يوزر كل كده، تمام. خلينا نرجع تاني الكنترولر بتاعنا، هو كده رجع لنا اوديتا. هل فنيجي هنا نقول له هوم، بعد كده هنقول له معلم ايفار او ريزلت ايكوال تو اوديتا dot select هنا كده او goes to new a user model وان بصيره انا هو تلقو، تمام كده فل. بس وهنرجع الايه الاورز، وبعد كده نيجي هنا نقول له dot net build، تمام، قول له ايه دوت نت رن، وبعد كده نفتح تاني هنا قول له نروح للسواجر ونقول له ريفرش هينزل لنا الريد، كان نقول له اكسكيوت، تمام. فجاب لنا الايه الاتنين اللي احنا ضفناهم، ولكن مش مرجع لنا الاي دي معاه، مش احنا ما ضفناش الاي دي. خلينا نضيف الاي دي بالمره،
تمام في الايه، في اليوزر موديل هنا نقول له هنا بروبرتي سترينج ونقول له ايه اي دي فول، عشان ان هو ايه يرضى يرجع لنا الاي دي. وطبعا اكيد في الكولكشن، الكولكشن كده كده المفروض هيبقى فيه الاي دي بتاعه. فاحنا لو جينا هنا اهوت في اليوزر موديل وقلنا له يا معلم اي دي بيساوي يوزر دوت اي دي، فالمفروض ان هو يقرا لنا الاي دي. والاي دي ده جاي منين؟ جاي من اي مونجو بروفايدر انتيتي. فخلينا ايه نقول له وقف الكلام دوت واعمل لنا ايه دوت نت رن على طول، دوت نت رن، وهي كده كده هتبيل، بس بيبيلد وهكذا يرن. احنا مش محتاجين ان احنا ايه نقول له دوت نت بيلد دوت نت رن كده، نقول له ريفرش كده هنا في الريد ونقول له رجع لنا، راح مرجع لنا الايه الاي دي والنيمو بتاع. ودول ايه كده احنا داتا الاي بي اي. تمام، احنا مش عايزين نبتدي ان احنا يعني نكمل في كرييت الاي بي اي عشان ما نبقاش ايه بناخد وقت من السيشن في كرييت الاي بي اي. احنا كده خلاص بقى عندنا كرييت وريد، واعتقد ان ده كفايه يعني. تعالوا بقى ان احنا ان شاء الله ايه نبتدي نكونتينرايز الابلكيشن دوت، لان خلي بالك الابلكيشن دوت بيرن على ايه، على مايكروسوفت هوست، ما بيرنش كدوكر. حلو، ولكن عشان السيشن ما تبقاش طويله قوي فخلينا ان احنا نوقف هنا على كده، وان شاء الله السيشن الجايه نبتدي ان احنا ايه نكريت يعني نكونتينرايز الابلكيشن دوت، او نكريت له ايمج بتاعتنا ونكريت منها كونتينر ونبتدي ان احنا نرنها كدوكر. بس لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك، لو حبيت الفيديو اعمل سبسكرايب، ويا رب ان شاء الله تكون سيشن كانت مفيده وشوفنا فيها فيجوال ستوديو وكود ازاي بنكريت منه دوت نت ابلكيشن، وشفنا كمان ازاي ان احنا نقدر نكونكت لمونجو عن طريق الكونكشن سترينج بتاعتها، وشفنا الهاسكل سوبر ريزيستنس مع مونجو بتشتغل ازاي. تمام، وبس، وان شاء الله السيشن الجايه نبتدي ان احنا نكمل ان احنا نكونتينرايز الابلكيشن دوت، وبعد كده يبقى ايه كله بيرن على دوكر ونكمل اللي احنا اتفقنا عليه. السلام عليكم.